اهلا فيكم بحلقة جديدة ويوم جديد. اليوم حلقتنا مميزة كتير، رح اخذكم فيها على افضل مكان ممكن تفطروا فيه وتتناولوا الافطار في اسطنبول. تعالوا لعرفكم على هذا المكان الجميل. هذا المكان بيحتوي على غرف صغيرة مسكرة، مثل ما شايفين عندهم غرف كبيرة بتتسع لعشر أشخاص تقريبا، وعندهم غرف صغيرة بتتسع لأربع أو ثلاث أشخاص، وفي عندهم كمان هون غرف بتتسع لشخصين. هالغرف طبعا مكيفة ومجهزة بالكامل. شوفوا الغرفة من الداخل مكيفة بالكامل وجلستها على القرن الذهبي بالكامل. بالغرفة كمان هون عندكم هون مسجلة بتشبكوا عليها على البلوتوث على التليفون، بتحطوا أغاني على كيفكم مع جلسات كتير رائعة. المكان هون مؤلف من طابقين، حتى تعدوا بهدول الأمكنة لازم يكون عندكم حجز مسبق إن كان مساء ولا صباحا. هدول الأمكنة موجودين على الأطراف هون والمكان اللي تحت. تعالوا نشوفوا ورجيكم الغرفة. أنا طويل. شوفوا هالفطور اللي بياخذ العقل. اللي بيميز هذا المكان مو بس الفطور، اللي بيميز هالإطلالة الساحرة، هاي الإطلالة على القرن الذهبي. تعالوا هلا نشوف الفطور ونتعرف على الفطور اللي جابوا لنا اياه. اول شيء هون عندنا المينامن، هاي الأكلة التركية الشهيرة، بندورة مع بيض والفليفلة. هون جابوا لنا الجوزلمة التركية الشهيرة. شوفوا هذا الجوزلمة التركية. هون جابوا لنا مربى، هذا مربى فريز، هذا زيتون، هذا زيتون أخضر كمان، هذا هون قشطة وعسل. هون جابوا لنا السميد التركي السخن ما شاء الله، والخبز التركي. هون الجبنة التركية والمجففات، هذا بيض مسلوق مع صوص، وهي خضار. وهي هون جابوا هذا، شو بتقولوا له، شمام او هذا فطور خفيف نظيف مع هالإطلالة الساحرة. إخواتي اليوم رياض مشرفنا كالعادة ومعانسنا ومنورنا. هلأ أهم شيء مع الفطور الشاي التركي. هلأ الإفطار بجيبوا لكم معه ترموس الشاي، هذا الترموس مع الفطور، وهيك بنكون صبينا الشاي. هلأ فوق في سبيكر، هذا السبيكر توصلوا عليه الجوال، توصلوا عليه على البلوتوث، أي شيء بتكون إياه، بتشغلوا موسيقى بتشغلوا اغاني على كيفكم. انا ما شغلت مشان حقوق النشر. هلا خلينا نشوف الفطور ونجرب الفطور التركي. اول شيء رح نجرب المينمن ونجرب، بسم الله. يا عيني هذا المينمن، الاكلة التركية الشعبية الشهيرة. بتركيا المينمن هو نحن بنقول له يزمز، بياكلوه على الافطار، يعني اكله تعتبر من الافطار. وجايبين كمان معه
البطاطا المقلية والمربى وهالقصص، التحلاية بعد الأكل. يلا هلأ خلينا نفطر ونرجع لكم إن شاء الله. هاي مع هالإطلالة الساحرة، هذا اللي أمامنا هو القرن الذهبي، القرن الذهبي في اسطنبول. موقع وطريقة الوصول حكتب لكم إياها تحت في صندوق الوصف. المكان كتير مميز إخواتي، كمان هون الأجواء الليلية كتير حلوة، اللي بيحب يزور هذا المكان ليلا فيلو يجي ويتعشى أو يجي على وقت الغداء ويتغدى. الأجواء كتير رائعة. بالنسبة للسعر، سعر الفطور لشخصين 290 ليرة. بالنسبة للفطور سعره غالي، لكن هنن عم ياخدوا سعر المكان، سعر خدمة المكان وجودة المكان اللي عم يقدموها. إخواتي بس تنتهي زيارتكم لهذا المطعم أو لهذا المكان، تنزلوا على هذا الساحل مقابل المطعم مباشرة وتستمتعوا بالأجواء الموجودة هون على القرن الذهبي. ما بتصدقوا هذا المكان قديش صار حلو وتطور بشكل رهيب في السنوات الأخيرة. صار من أنظف وأفضل الأماكن السياحية في اسطنبول. قديما كان هذا المكان عبارة عن مستنقع قبل عام 1993، بعدين تغير وصار بهذا الجمال بهذا الشكل. ولهون تنتهي جولتنا لليوم، بتمنى تنال اعجابكم. لا تنسونا من الاشتراك ونشوفكم فيديوهات قادمة، والسلام.